سيدي الرئيس، جابر الخواطر، جبرت نفوسا كسرت وقلوبا فطرت وأجساما أرهقت وأشخاص أرواح أحبابهم استشهدت. سيدي الرئيس، من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله من جوف المخاطر. كل التحية والتقدير والاحترام لسيادته. خلال المائة عام الماضية، ولكي تصل المرأة المصرية لمنصب النائبة في مجلس النواب والوزيرة والمحافظة وتتقلب معظم المناصب الهامة في الدولة المصرية، لكي تصبح المرأة المصرية مفكرة وكاتبة وأديبة وعالمة، من المؤكد أن هذا جاء نتيجة لتراكم كبير حدث خلال المائة عام الماضية. لقد كانت للحضارة المصرية القديمة المكانة الأولى بين جميع الحضارات الإنسانية في ذلك الوقت، من حيث معاملتها وتقديرها للمرأة واعترافها بإسهاماتها المتعددة في جميع المجالات، سواء في بناء الأسرة وتماسكها أو في دورها المجتمعي والتنموي وفي الحياة العامة. وتم تخليل هذه المكانة الرفيعة نقشاً على جدران الآثار الفرعونية التي باتت دليلاً قاطعاً لنا نحن المصريين على عراقة أصولنا وتحضر علاقاتنا الإنسانية. أنا إذ حققنا تقدماً في مسير الدعم وتمكين المرأة، فما زال أمامنا الكثير الذي نصبو إليه حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن جميع أبنائه رجالاً ونساءً بنفس الهمة والإصرار. ولذلك فإنني أوجه الحكومة بما يلي: أولاً، دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل والتوفير المناخ الملائم والداعم لها في ظل حماية اجتماعية مناسبة لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها. اسمحوا لي أن أنا أقول لكم أن احنا هنرفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه. بشكر كل سيدة، مش هقول كذا وكذا، لا، كل سيدة مصرية بتقوم بتقوية الروابط في مجتمعها، بنشر المحبة بين الناس. التقدير والاحترام لكم جميعا وللدور اللي انتوا بتعملوه.